ورجعت لكم تاني مع السلسلة اللي كلكم تقريبا بتحبوها، افضل موبايلات سعرها نزل وبقت صفقة ممتازة جدا جدا جدا. والفيديو ده معايا شوية موبايلات كده سعرها نزل وبقت صفقة ممتازة، بالرغم من ان في اقاويل كتير بتقول ان الاسعار في الفترة اللي جاية هتزيد والكلام ده كله، ولكن لحد دلوقتي انا جايب لك موبايلات رايقة. فعلى طول انزل اخبط اللايك، ارزع على الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. ودلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة امك ريفيوز. وخلينا نخش على طول مع اول موبايل. انا بصراحة بحترم الموبايل ده جدا وبحبه، وهو الـ A52S من سامسونج. الموبايل ده اول ما نزل كان سعره 7800 جنيه، بعد كده نزل ل 7100 جنيه، حاليا الموبايل سعره 6999 جنيه، يعني 7000 جنيه بالظبط. وعايز اقول لك ان الموبايل ده بالتسعير ده دلوقتي بيقدم لك افضل صفقة، موبايل متكامل الى حد ما، مش ناقصه غير حاجة واحدة بس، الشاحن السريع. يعني لو انت من الاخر ما بتفكرش في نقطة الشحن السريع وممكن تتعايش مع الشاحن ال 15 واط او تشتري له شاحن 25 واط، فانت هتاخد افضل تجربة حرفيا. موبايل بيديك سوفت وير سلس، عندك شاشة ممتازة جدا، افضل شاشة تقريبا في الفئة السعرية دي، شاشة 120 هرتز اموليد والوان سامسونج بقى والزوايا الرؤية بتاعت سامسونج، اداء لا يستهان به تماما، معالج سناب دراجون 778، معاك 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكرة داخلية، افضل موبايل بيديك كاميرات في الفئة السعرية دي بلا منازع، سواء كانت خلفية او امامية، عندك بطارية ممتازة جدا هتكفي معاك اليوم بدون اي مشاكل. فلو انت ما بتفكرش في الشاحن فده افضل صفقة ممكن تشتريها حاليا. اما بالنسبة لتاني موبايل واكدت عنه في فيديو قبل كده، وهو ريدمي نوت 10 برو. الموبايل سعره حاليا للنسخة 664 4000 جنيه. الحق الموبايل ده لانه بيقدم لك صفقة ممتازة جدا في الفئة السعرية دي، معاك شاشة اموليد 120 فول اتش دي بلس، معاك اداء ممتاز جدا مع السناب دراجون 732، 6 رام، 64 جيجا ذاكرة داخلية، كاميرات ممتازة جدا، معاك بطارية عملاقة وشاحن سريع ممتاز 33 واط. فالحق الموبايل ده، صفقة ما ينفعش انك تفلتها. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده فهو موبايل مخصص للالعاب، وانا بصراحة طلعت وانتقدت الموبايل ده كتير قوي لان انا مش محب للالعاب بشكل كبير، ولكن لو انت شخص جيمر فعايز اقول لك ان البوكو اكس 3 برو النسخة 628 سعرها حاليا 4300 جنيه، وهسيب لك برضو اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. اما بالنسبة لاخر موبايل معانا في الفيديو بقى، وهو من شركة واوي، للناس اللي بتحب شركة واوي وما عندوش مشكلة مع خدمات جوجل، وباكد على النقطة دي، ففي موبايل ممتاز جدا وسعره بقى ممتاز قوي من شركة واوي، وهو النوفا 7i. موبايل بيجي بمعالج محترم قوي كيرن 810، معالج هيديك اداء كويس جدا، اداء ممتاز الصراحه، ومعاك هنا 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره داخليه، معاك شاشه اي بي اس فول اتش دي بلس، اضاءتها ممتازه جدا، ولكن عيبها الوحيد انها 60 هرتز، ده العيب الوحيد اللي يمكن موجود في الموبايل، ولكن هنا انت معاك بطاريه كويسه جدا هتقضي معاك اليوم بدون اي مشاكل، ومعاك شاحن خرافي 40 واط. فبصراحه الموبايل ده صفقه ممتازه للناس اللي بتحب موبايل من شركه واوي، بس خد بالك هنا مفيش خدمات جوجل، فحط تحت الكلمة دي مليون خط. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.